عليه على انفسنا لحد انا ست بوست ان انا بعزيها فيها، لان البنت دي اعرضت لظلم صعب جدا، ان بلد اهبالها تتهمها بشرفها وعقلها بدون اي دليل. ليه كده؟ عمر الام كانت اخلاق البرازيل ولا ناس البرازيل. الموقف ده ذكرني بحادث الاف. لما احد المرافقين سمى السيده عائشه زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم اتهموها بالزنا بدون اي دليل، ونزلت الايه الكريمه استلقوناه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم، ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كلام اللي الناس نقلته ده عند ربنا عظيم، وعند الله تجتمع القصور. كل من نال من شرف حياتها وسمعتها وسمعة أهلها عند الله تجتمع القصور، لأن الكلام ده هو اللي قتلها. الإشاعات اللي الناس ألصقتها بيها هي اللي موجودة. وأقسم بالله لولا إن في سرية تحتها في هذه الأكل لكنا قلنا كل حاجة، بس حفاظا على حقوق الناس ما نقدرش نتكلم طبقا لتعليمات النيابة العامة. الشهادة أنا ما شفتش منها إلا كل خير، ودي شهادة لوجه الله تعالى. ويا ريت نراجع أنفسنا ما نتهمش بعض في الباطل وبدون أي دليل. بنت زي دي في عمر الظهور أول ما تنزل الشارع همز ولمز وكلام، على إيه؟ محدش شاف حاجة ومحدش يعرف حاجة، بس للأسف هي اللي دفعت الثمن. وده في بيتنا إحنا كلنا. تنبيتي النهارده إن أنا أبرأ البنت دي وأشهد قدام ربنا إن أنا ما شفتش منها إلا كل خير، وربنا الأعلم، ربنا الأعلم مش إحنا، إحنا ما نصبش نفسنا حكام على حد، إحنا أضعف من كده. لله الأمر من قبل ومن بعد. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.
لا كده لا كده بس يا بنت زين شيء